سلام، أنا اسمي تالا وراح أحكي لكم قصتي يلي صارت لي وقت كان عمري 13 سنة. وقتها كان في مرض منتشر وكان في حظر، فأنا كنت مرة طفشانة لأن طول الوقت بالبيت. بدأت ألعب روبلوكس، أنا من زمان أعرفها وألعبها بس مو كثير لأنه كان عندي حساب وشاحنة فيه مرة كثير، بس للأسف نسيت الباس ومحط الإيميل فضاع. بس بعد ما صار الحظر سويت حساب جديد بس مش هانت عليه وصرت ألعب طول الوقت. المهم في يوم دخلت ألعب تاور أوف هيل وأنا ألعب تعرفت على بنت اسمها منيرة. منيرة كانت تحب الكيبوب وأنا مرة كنت أحب الكيبوب وصرنا نسولف عن الكيبوب واندمجنا، يعني حرفيا ساعتين وإحنا نسولف. بعدين قررنا نضيف بعض على الانستغرام وكملنا سوالفنا بالانستغرام عشان نسولف براحتنا أكثر. المهم منيرة كانت شاحنة وقالت لي وش رايك أشحن لك روبوكس؟ أنا ما صدقت قلت لها من جد؟ قالت إيه من جد. وبعدين أعطيتها حسابي وصدق شحنت لي. أنا مرة فرحت وجلست أشكرها. مرت الأيام وصرنا بس كنا مرة قريبين من بعض ونلعب ونسولف مع بعض. أنا كان عندي صديقة اسمها رغد، هي كانت تلعب معانا كمان وكنا مثل الشلة، كان عندنا جروب وزي كذا. في يوم من الأيام جات لي منيرة مرة ثانية وقالت لي أعطيني حسابك بشحن لك مرة ثانية. أنا استغربت ليش تبي تشحن لي مرة ثانية وخفت إنها تسرقني، بس قلت راح تزعل لو ما أعطيتها. أنا أعطيتها حسابي لأن أنا مرة كنت واثقة فيها. وبعد ربع ساعة كذا دخلت حسابي لقيتها إنها شحنت لي مرة كثير. أنا صرخت من الفرحة وصرت أشكرها للمرة المليون وقلت لها ساعديني أسوي سكين جديد. فاتصلنا على بعض وصرنا نختار ملابس جديد للسكين الجديد وسوينا سكين يجنن بالنسبة لذوقنا. صارت صداقتنا تقوى مع الأيام لدرجة أنا تعلقت فيها مرة. وفي يوم تعرفت على بنت اسمها رند، تعرفت عليها كمان عشانها تحب الكيبوب. أنا وقتها كنت أعشق الكيبوب وأي شيء يخصهم، فصرنا صديقات أنا ورند. ولما صرنا نمون على بعض صارت تقول لي إنه هي عندها اكتئاب وتبي تنهي حياتها، وأنا كنت أحاول أواسيها دايما وأقول لها تعوذي من الشيطان وترى ما تسوى تخسرين حياتك، فكري بالآخرة. يعني قعدت أنصحها وأواسيها. هي ما كان عندها إنستا فكنا إحنا نسولف في روبلوكس وأنا أسولف مع رند. كانت البيست منيرة تدخل علينا في بعض الأحيان وكانت تسولف معي بس لأنها ما تعرف رند، فأنا قلت لما أعرفهم على بعض عشان ما يكون الوضع إحراج لما ندخل. فعرفتهم على بعض وتقبلوا بعض. أنا قلت الحمد لله إنهم انسجموا. بعد فترة صارت منيرة ما تكلمني مثل قبل، يعني كلمة كلمتين بس، سحبت علي. وكمان رند اختفت فجأة وما صارت تكلمني أبد. فصرت أسأل البست منيرة وش بك وش صار ليش ساحبة علي وما صرت تسولفي معي مثل قبل. قالت لي ما صار شيء وقالت انت اللي ساحبة علي وصارت تقلب الموضوع علي. بعد فترة اكتشفت انه منيرة ورند صاروا بست ومنيرة تخلت عني وبس مخلتني عندها بالفرنت في روبلوكس زي الزينة. انا صرت العب مع رغد اللي كانت معانا بالشلة انا ومنيرة اول. فجأة واحنا نلعب منيرة ورند دخلوا علينا، وبعدين منيرة جات وتهجمت علي وصارت تسبني بدون سبب. انا ما رديت عليها، قلت باخذ ذنب على الفاضي وتجاهلتها. فهم عجبهم حسبوا اني خايفة فصاروا كل ما ادخل العب يدخلوا علي ويسبوني. ما ادري ليش انا ما حذفت منيرة وقتها. انا طفشت من هذا الوضع لانه صاروا يدعون علي كمان بدون سبب. انا قلت راح اتعرف على بنات عشان يوقفوا معي. فتعرفت على واحدة اسمها منال واحنا نتعرف فجأة رنت دخلت وقالت سامحيني وصارت تعتذر مني، يعني واضح انه هذا الشيء مو من قلبها. انا رفضت لانهم قهروني وبالنهاية تعتذر ولا كأنه صار شيء. انا قلت لها ما راح اسامحك. ومنال اللي انا كنت اتعرف عليها استغربت انه ليه ما سامحتها، قلت لها سالفة طويلة ما تعرفينها. مرت اليوم، في اليوم الثاني دخلت روبلوكس عشان العب كالعادة وجيت بكلم منال لقيتها حذفتني. استغربت ليش حذفتني، يعني انا ما سويت شيء.
وما قدرت أوصل لها لأن ما كان عندي الإنستا حقها. ورحت ألعب تاور أوف هيل. بعد ما مرت يمكن نص ساعة، منيرة ورند ومنال دخلوا علي وكلهم تهجموا علي ويدعوا علي. أنا انصدمت، يعني خير منال أصلا ما تعرفني عشان تسبني؟ قالت والله أنا ما أصادق بنات ما يسامحوا صديقاتهم على سبب تافه. بعدين فهمت السالفة إنه رند ضافت منال بعد ما شافتني أسولف معاها وقالت لها كلام عني، ومنال صدقت وقلبت الموضوع على أساس إنه هي الضعيفة المظلومة وأنا الشريرة. أنا مرة ضايقت إنهم ليش يسووا كذا، ما يبوني أصير صديقتهم وبنفس الوقت ما يبوني أصادق أحد، وش ذا الحقد اللي بدون سبب؟ رحت قلت لصديقتي رغد عن اللي صار، وقالت لي رغد المفروض ما تسكتين عن حقك لأنهم كل ما شافوكي ساكتة يزيدون عليك، وقالت ردي عليهم واحذفيهم وبلكيهم. المهم أنا سمعت كلامها، لقيت منيرة داخلة ودخلت عليها. منيرة كانت داخلة مع صديقاتي كمان يلي بروبلوكس، يعني كانوا صديقاتنا مشتركين، فكان وقتها كلهم مجتمعين بنفس الماب وما كانوا يعرفون بسالفتنا. أنا دخلت الماب مع رغد ورحنا وصرنا نسب برند لأن شفناها أول واحدة، تهجمنا عليها مثل ما هي تهجمت علي. أدري إنه هذا الشيء غلط بس وقتها كنت مرة مقهورة، وهي عشان ما معها أحد صارت تسوي نفسها مسكينة وتحط فيسات إنها تبكي ودراما، وقالت لي ترى أنا راح أنهي حياتي. قلت لها طز دائما تقولي كذا وما تسوين شيء بس تدورين اتنشن يعني اهتمام لأنه واضحة. بعدين صديقاتي اللي أنا ضايفتهم شافوني وأنا أقول كذا لرند وقالوا لا خير ليش تقولين كذا حرام، هم أصلا ما يعرفون عن السالفة. أنا ما اهتميت لهم وكملت أسبها. أنا ورغد نضحك عليها ومنيرة ما تدخلت. رحت طلعت وحذفتهم وبلكتهم من كل مكان. جتني اكتئاب 3 شهور وأنا مالي خلق شي، يعني كنت مرة مكتئبة وكنت دايم أبكي لأني كنت متعلقة فيهم مرة. الحمد لله قدرت أتخطى وأنا الحين بأول ثانوي. وقبل فترة كنت مسوي حساب في التيك توك وكنت أنزل عليها محتوى روبلوكس، فبيوم نزلت فيديو عن روبلوكس وكان اسمي باللعبة مبين لأن الترند زي كذا. بعدين شفت تعليق مكتوب فيها تالا وزي كذا وأنا رديت وقلت هلا. قالت ما عرفتيني؟ قلت لها لا مين أنتي؟ قالت أنا منيرة بكل وقاحة جاية تكلمني. قلت لها طيب وش أسوي مثلا؟ قالت إنها تبي تكلمني خاص ضروري، ضفتها عشان أشوف وش تبي وكلمتني وصارت تسولف معي وتقول اشتقت لك ومن هالكلام. قهرتني يعني تسولف معي وكأننا صديقات وكأنها ما سوت شيء. قلت لها منيرة اخلصي وش تبين الحين؟ قالت وش قصدي؟ قلت لها لما صديقاتك تركوكي جيت لعندي ولا وش السالفة؟ قالت لي وش فيك تغيرتي؟ قلت لها ولك عين تسألين؟ ما أدري شكلها ضربت راسها ونسيت السالفة. بعدين ردت عليها وقلت لها سواء تذكرين أو لا أنا مو مسامحتك لا بالدنيا ولا بالآخرة، وبلكتها وما اهتميت لها لأني نسيتها وما صار عندي صديقات يعني بيست وزي كذا إلا بالحقيقة. أما باللعبة عندي صديقات بس ما أتعلق فيهم. بس كان هذا قصتي. لو عجبكم القصة لا تنسون تضغطون زر اللايك وزر الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وإنستغرام. أحبكم، باي. هاي طبعا حابة أقول لكم إنه إذا القصص متكررة فاعذروني، فهذه القصص اللي قاعدة تجيني، يعني نادر ما تجيني قصص جديدة، فقاعدة أحاول إني أدور لكم على قصص جديدة إن شاء الله، وراح أنزل أنا كل يومين عشان المدرسة، فراح أنزل كل يومين إن شاء الله. وأتمنى إنكم تتابعوني على الإنستغرام، أسوي هناك فعاليات وأنزل يومياتي، فهذا هو حسابي في الإنستغرام، تابعوني هناك وتابعوني على قناتي الثانية، راح أسوي فيديو وهنزلها إن شاء الله بعد أسبوع أو مدري متى. وحسيت انه اتكلم بالتركي اليوم كامل، اوكي؟ فسويت فيديو واتكلم بالعراقي واتكلم بالمصري واتكلم بالسوري، سويت في قناتي الثانية هناك يعني فيديوهات منوعة اسوي، فتابعوني اللي ما تابعني.
واكتبوا لي افكاركم هناك في الوطن الثاني وش اسوي لكم. وبس احبكم، مع السلامه.